بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في لقائنا هذه الأمسية ليلة الجمعة المباركة نلتقي بالأستاذ أو المربي الفاضل الأستاذ بن عيسى أحمد. كيف هي الأحوال الشيخ أحمد؟ الحمد لله، الحمد لله على كل حال. بداية، من هو بن عيسى أحمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بن عيسى أحمد من مواليد 1955 بمدينة مصعد. في أي حي؟ في حي كما تقولون أنتم الدشرة القبلية. الدشرة القبلية، حي في شارع أحمد بن ناجي الله يرحمه. الله يرحمه. وجليط أحمد الله يرحمه، هذاك الشارع هذاك زدت فيه. بداية، كيف كانت طفولة أحمد بن عيسى؟ على كل حال، الطفولة كانت طفولة كل تلميذ أو كل طفل فقير. عشنا عيشة لا أقول فقر متقع، ولكن عيشة متوسطة. على كل حال، كان الوالد رحمه الله في ذاك الوقت كان عامل بناء، وكانت ما نقولش الظروف ميسرة كثيرا، ولكن الحمد لله على كل حال. درست في المدرسة القرآنية؟ نعم. عند من؟ في الأول في مسجد البشير بن يامن عند السي محمد ابراهيم الله يرحمه. في ال 64 انتقلنا، كنت ندرس عند الحشاني، ومن بعد انتقلت لسي بوزيد. طبيعة الحال، وأنت طلاب القرآن الكريم دائما يتعرضون إلى نوع من الضرب من طرف المعلم تاعه. على كل حال، هذه كانت حاجة عادية عند من المفروض الطفل أو الأطفال كانوا إما يتغيبوا على المدرسة، وربما أحيانا الأفعال اللي يديروها في ذلك الوقت من لا يحبها المعلمون، ولهذا كانت وخاصة عملية الحفظ. إذا كنت تتلاعب وما تحفظش، والله بالطبع تضرب. شو يسموه نوعية الضرب في الجامع؟ ماهيش كما المدرسة، عندها اسم. الفلقة. فلقة. تعرضت إلى الفلقة. تعرضنا للفلقة وتعرضنا للضرب حتى في أماكن أخرى، ولكن في الحق من بعد عرفنا باللي كان المعلمون هؤلاء كانوا يضربوننا في صالحنا فقط. هل بعد عندما يضربك معلم القرآن هل تشتكي لوالدك؟ والدي حقيقة لم أشتكي له أبدا، وإنما كنت أشتكي لجدتي الله يرحمها. الله يرحمها. وجدتي كانت في بعد الضرب تأخذني للمعلم وتأخذ معي القهوة والإسفنج، ومن بعد فهمت منها أنها كانت تزيد تحرش علي. تحرش المعلم باش يحرص عليك. باه يحرص علي، لأنني بعد أيام قليلة من الواقعة الأولى لابد أن أضرب. من هم الأصدقاء نتاعك في المدرسة القرآنية آنذاك؟ أصدقاء كثر، ما نجيبلكش منهم. معناها بعضهم فقط إذا ممكن. عمار زيكزيك الله يطول في عمره إن شاء الله. كان صاحبك. أنا كنت ندير الفلاقة. إذا من المدرسة القرآنية إلى المدرسة، إلى المدرسة. أين كانت بدايتك؟ في أي مدرسة كانت بدايتك؟
سنة 1964 دخلت للمدرسة في سي حمد بن عطية سنة أولى، ودرجت حتى السنة الخامسة. من السنة الخامسة اجتزنا السيزيام، معناها كان العمر نتاعنا 5 سنين وجزنا السيزيام. في ذاك الوقت في 69 نجحنا مجموعة كبيرة، وعندي عندي الجريدة مازالت كنا نشوفوها في الابتدائي. في الابتدائي من كان المعلمون تاعك في الابتدائي؟ المعلمون نتاع كثر، مدام زرنوح الله يرحمها، الله يرحمها، إبراهيمي، محمدي، نسيت الآخرين والله. فرنسية، من درستك الفرنسية في الابتدائي؟ درستنا في السنوات الأولى مدام زرنوح. تعرضت للضرب في الابتدائي؟ لا ضرب، تعرضناش إذن للضرب، كنت مجتهدا. ما لأنني كنت ماخذ دروس في في المدرسة القرآنية. في المدرسة القرآنية، ولهذا ما اجتزتم الشهادة السنة السادسة، درتوا الامتحان. في سنة 69 درنا امتحان سيزيام، عمرنا 5 سنوات ومجموعة كبيرة من مسعد، وبعد النجاح نتاعنا قالوا لنا تروحوا تقراوا في ثانوية فخار أو راكم قعدتوا في دياركم. بالجلفة من مسعد منا تروح تقراوا في الثانوية فخار في الجلفة، في المدية، في المدية، أي ثانوية فخار في المدية. دي. علاه؟ لأن في هذاك الوقت لم تكن هناك متوسطات، وخاصة الداخليات، كانت متوسطة واحدة في الجلفة، أما في مسعد وفي وسارة وفي الإدريسية وفي الشارف وفي هذه الدوائر الأخرى لم تكن هناك متوسطات، متوسطات. وحتى الداخلية لم تكن متوسطة موجودة في، ولهذا وجهنا مباشرة إلى ثانوية فخار من هاي هنا في تشوفها. نعم نعم تفضل. هاي وراها هنا مجموعة من الطلبة، الولاية دو تيتري تاع ولاية تيتري هي المدية، فيهم عربي سعد هذا من بحبح، بن عيسى أحمد، بن يحيى حفناوي الله يرحمه، هذا توفى أثناء قبل ما نروح. الله يرحمه. جاب الله عكاشة، فريطيس الشرقي، قاقع عبد القادر، الأبيض قويدر من بحبح، العياضي بن الحاج، البواسرية محمد من عين البل، مقربي الأخضر، محمد الشريف الله يرحمه، الببح محمد هذا من عين البل، الريتي العايش من عين البل، الببح علي، السلام عطية، سليلي الطيب، قزال الحاج، قصري محمد هذا من الشارف، قصري محمد، مهبي محمد، هذون وجهنا مباشرة لثانوية فخار. كانوا الناجحون يديروهم في على صفحات الجرائد انذاك. صفحات الجرائد، وإذا تلاحظ هنايا تقريبا نقول لك في جريدة المجاهد، هاي وراها في جريدة المجاهد، هاي 1966 69 69 في صفحة واحدة توجد نص الجزائر كاملة. عمر العيد، مرحبا بالضيف الكريم مربي الأجيال، حاجة نفتخر بها، بشير عبد الحميد يا سهلة بالشيخ بن عيسى ربي يحفظه ويبارك فيه. بشير الله يحفظه. فتحي السايحي، تحياتي لابن الخال الحاج أحمد فتحي السايحي معروف ربوح. بشير عبد الحميد صاحب فضل كبير صارم في العمل، وقدوة لمن درس في إكمالية بو عبد اللي دحمان. انتقلت إلى المدية،
انتقلت للمدية في المدية قعدت حتى ال 71 من 69 ل 71 71 افتتحوا الإكمالية هنا في مسعد. رجعت هنا إكمالية الشيب التجاري. إيه إكمالية الشيب التجاري. درست هنا سنة ثالثة ورابعة ومن بعد انتقلت إلى ثانوية النعيم النعيمي. كانت ثانوية النعيم النعيمي في ذاك الوقت لم تفتح. درسنا في السعادات، ندرس في السعادات والأكل في سينوتي والمبيت في البر. معناها يوميا نروحوا بالصف ونجوا بالصف يوميا. تسيرون في مدينة جلفة بالصف؟ بالصف يوميا في جميع الأحوال والأجواء. في المدية وأنتم تدرسون في المدية من 69 حتى 71 تروحوا أسبوعيا ولا؟ لا ما كانش أسبوعيا، من العطلة للعطلة. تبقوا في المدية من العطلة إلى العطلة في ثانوية فخار من العطلة للعطلة. قد كان الشيخ يعطيك من المصروف ذاك الوقت؟ الأغلبية كانوا يعطونا 5000. 5000 5000 نفصلها لك، 80 درهم من الجلفة و 1020 درهم للمدية، معناها 1500 هذه و 1500 ندسوها وتبقى لنا 2000. هذيك ال 2000 ل 2000 فراك هذيك نسيروها مدة من العطلة للعطلة. 2000 فراك للعطلة؟ 2000 فراك للعطلة في جيوبنا. تكفيكم ال 2000 فراك؟ تكفينا، ولكن في بعض الأحيان كانت كي ما تكفيناش لقينا قبلنا، لقينا شباب كبير ثم في مسعد في المدية نذكر أسمائهم. مصطفى بن دراح ربي يطول في عمره، آمين. جريدان إبراهيم، حلبوي سالم، أبناء بوهلال سعدان وبوهلال أحمد بوهلال عباس الحاج الأخضر الله يرحمه، الحاج الأخضر وسي أحمد الحرزي وولاد المفتش الأخضر لبقع محمد والخامس وعلي، مجموعة كبيرة وجدناها ثم. معناها كانوا هم يدرسوا في الثانوي وهذون في بعض الأحيان كي نحتاجوهم، واحد يعطينا 10 دور وواحد 20 وواحد 10 دور وواحد 20 دور، وكانت لها قيمة 10 دور و20 دور. كانت لها قيمة إيه، يكفيك أن 20 دور تقضيك 20 دور 20 دور تقضيك ذاك الوقت. إيه تميم نجيم وجيه الجار العزيز وأستاذي الفاضل، عندكم هذا الجار تميم تميم نجيم وجيه تاع الرياضه. حمدي سعد الاستاذ حمدي سعد الشيخ بن عيسى يعرفه رجال التربيه بفيض البطمه ومسعد ويحظى باحترام كريم، سلامي وتحياتي له. الاستاذ حمدي سعد عرفت حمدي نعرفه. حمدي عامر الشيخ بن عيسى غني عن التعريف ربي يطول في عمره ان شاء الله. أكملت من 69 إلى 71 ثم انتقلت إلى الشيب التجاني. من درسك في وأنت في المدية؟ هل تتذكر بعض الأساتذة؟ لكل حال ما نتذكرش، عندي لي بيلتان تاعهم الضرك، لي بيلتان تاع الكشوف محتفظ بها لحد الساعة. كيفاش كانت العلاقة بينكم وبين الأساتذة؟ كانت صرامة، كانت صرامة كبيرة وخاصة في الثانوي. يكفيك اننا في قبل ما نروحوا منا تدي التروسو نتاعك ومن بين اللباس اللي تديه تدي البدله رسميه كوستيم. لازم الكوستيم كي تعود خارج المدية لازمك تلبس الكوستيم نهار الحد. هذا قانون، قانون كي تعود خارج للسبت المدية هذه راها معروفه يعرفوها كاع. كوستيم نوعيته شنو؟ كوستيم عادي وخلاص، ما
من المطلوقين دوك ل... لا لا كوستيم 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 ما يعني ما جبتلكش الصورة نتاع الكوستيم والله عندي. علاش جبدها انا اذا كانت هنا نشوفوها؟ شوفوا هذه الصورة التي عندك. شوفوا الكوستيم الذي شنو؟ ايه درك نوري لك صور واحدة أخرى. إذا درستم ثم انتقلتم إلى الشايب الدجاني، الشايب الدجاني تتذكر الأساتذة الذين درسوك في الشايب الدجاني؟ الشايب الدجاني السي محمود الله يرحمه. الله يرحمه إن شاء الله. الجندي. جاجا محمد. العايب محمد كان يدرس فينا في الإنجليزية. سلمى بخوت الله يرحمه كان يديرنا في الرياضة. سلمى بخوت رقيق. إيه. مجموعة كبيرة على كل حال، الأكثرية كان محمود يدرسنا في مادتين أو ثلاثة. يكفيكم مرة ما جاش السيد اللي يفتح في الأبواب، درسنا في العاديين في الساحة حتى كملنا الحصة نتاعنا و خرجنا، وهذه راها قصة معروفة عليه هنايا خاصة مع اللي كنا ندرس مع بعضنا. كانت 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 للأستاذ حرية في المهم يدرس و ماهيش حرية في ذاك الوقت، ما يقول لكش راه خويا انا راه القسم مسكر والله، لا لا يقوم بالواجب نتاعو ومن بعد ما بينه وبين الإدارة هذيك حاجة واحدة أخرى ما نجموش نعرفوا احنا. غزال النايلي من احسن المدراء، ربي يحفظه ويطول في عمره ان شاء الله. كبويش محمد ربي يحفظه ان شاء الله، جزاكم الله كل خير. احمد صابر رمزي سلامي سي احمد صاحب فضل خير سابق ربي يحفظه. احمد صابر رمزي فرحات احمد لا اعرفه. هل درت الرياضه في المتوسط؟ كنت تدير الرياضه؟ ايه كنا نديروا الرياضه بالطبع. احنا راني هذه الصوره هذه راه عندها قصه. احنا اللي كنا نقراو في فخار كانت الرياضه مبرمجه كماده. ايه كماده، وهذه الرياضه كي نديروا في الثانوي نديروا الرياضه، كي نجيو هنا ما عندنا ما نخدمو، لازمنا نرجعوا لهذه الماده هذه. كنا دايرين زوج فرق هنايا في مسعد، فريق حتى وراها شويه ثقيله عليا انا نقول الدشره القبليه والدشره الظهر في ذاك الوقت. راني ذاك الوقت عادي عادي راه ما فيهاش مشكل. كنا دايرين زوج فرق، فريق الدشره القبليه وفريق الدشره الظهروية، انا مع الفريق نتاع الدشره الظهروية هذا. وهذه الصوره اللي وريتها لكم اجتمعنا فيها من قبله وفيها من ظهره وفيها المهم به نديروا نواة نتاع واللي كانوا في الفريق الأكثرية نتاعهم كانوا من الطلاب اللي كانوا يدرسوا البر. واحد يدرس في الجزائر العاصمة، واحد يدرس في الأقواط، واحد يدرس في فخار، واحد يدرس في جلفة. وكي نجوا هنا هذه راها مانيش عارف راها موجودة في عند الأربية. موجودة هذه؟ موجودة ايه موجودة عند الأربية. هذه أول نواة للفريق أمال مسح. أنا نظن أنها أول نواة والله أعلم، واللي عنده صورة اللي عنده صورة غير هذه ما هاتوا برهانكم، حتى رانا اللي عنده حاجة أخرى غير هذه إيه معليش أهلا وسهلا بها. هذه الكوكبة هذه من الرياضيين هذول التقيتم في مقابلة تحي هاك؟ كنا ننتقلوا نتقابلوا في مقابلة تحي، ولكني كانت عندنا واحد الحاجة في كل شيء. هذا البني اللي راه موجود كما راه فرحات هلو راه ربما ما شفتوش مانيش عارف، راه كانت واحد الطحطاحة، هذيك الطحطاحة كانوا يخدموا بها بكري السيما ولا مانيش عارف ولا باربا ولا مانيش عارف، وخلاوها كي خلاوها عطنا احنا صداع. عدنا العشيه نلعبوا ثم في كل مساء تلقينا موجودين ثم. عطية عيسى المباركي تاع الحمايه المدنيه تعرف، قال لك بلغ سلامي اليه واساله لماذا منحني ربع دور. متى
والله يقول عرفتوا عيسى المباركي تاع الحمايه المدني، والله من تعود قريت هو والله وخدم كاش حيه زينه عطيته 4 دور كريتو وهذه 4 دور تعود هذا في وقتها راها هي 4 دور هذا الصوار دقيقة ما بالك رجع عادي. عيسى المباركي انت تسمع قال لك رجع لي 4 دور بصح رجع لي بدراهم دروك مش دراهم مش ب4 دور تاع بكري. الله يبارك ربي يحفظه ربي يحفظك ويبارك فيك الشيخ بن عيسى. خالد محمد الفائد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمزة مسعودي سي بن عيسى من أحباب الوالد حفظكم الله. حمزة مسعودي عد ولت الأخضر مسعودي إيه عطية 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 ذوابة عطية ايه ذوابة عطية اللي قال لك سلم لي عليه وعلى عطيتني 4 دور قال لك تفكرتها والله مزال ما تفكرتهاش اذا ها دروك انا عرفت الاسم ذوابة عطية ايه ذوابة عطية قال لك عطيتني 4 دور وعلاه قول له رجع عبدو جاك بلغ سلام الحار الى السيد المدير المحترم السي احمد يعجز اللسان عن التعبير له كل الاحترام والتقدير ربي يحفظه ويحفظ وليداته يحفظ وليداته. هذا جريبي عبد القادر عرفته جريبي عبد القادر سي احمد وقيل انت الذاكره نتاعك وقيل تخونك في كثير من الاوقات. شوف راه شباب مرت علينا شباب وخاصه المعلم هذا اللي خدم في التعليم واللي خدم كمعلم وكمراقب وكمدير ما تنجمش تتذكر كاع الناس اللي تعرفها كل من 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 الشيب التجاني الى اين الى اين الوجهه من الشيب التجاني قلت لك الى ثانويه النعيم النعيمي. قبل ما تفتح ثانويه النعيم النعيمي بعام رحنا درسنا في السعادات فتحوا لنا اقسام في السعادات ما فتحتش في السعادات ووريتك الوجهه كيفاه نروحوا ناكلوا ناكلوا في السي ان تي ونباتوا في البرج و معاناة ايه معاناة. كيفاش كنتوا تبقوا في الجلفة بالاسبوع؟ لا اكثر من اسبوع ما كانش اكثر قليل ونجوا لهنا والمصروف دائما يعطيك الوالد 2000 فرانك. لا الوالد اكثر مرتها في الجلفة شوية زاد زادك شوي زاد شوي المصروف ايه. كنت شوية تحرك شويه في الجلف ماني نتحرك ما والو تحضروا المقابلات تروحوا للسينما ايه هذيك بالطبع هي الاكثر هي اللي كنا نتحركوا ياسر نحضروا المقابلات تاع المديه في روام ومع والسينما في فيها 3 سينمات فيها قمرة وفيها ريكس وفيها الاخرى وينها هذون في المديه وخاصة المنشط نتاعنا كان الحرزلي أحمد بن عطلة كان يحب الأفلام ونقول له راه يفهمها ونقول له أبي جما ريبوندي أبي جما ريبوندي كان داير لومبيونس داير هو لومبيونس داير لومبيونس كان ما لومبيونس هذيك وقيلة ديكوتو حتى في المدية كنا دايرين لومبيونس كنا كانت عندنا واحد المصلى كبيرة اللي نحبوه يلعب معانا يلعب معانا ثم اللي ما هذيك من البرباقية ومن من 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 عين بوسيف ومن الطابلات وهذوك تسمى احنا الاكثريه واحنا اللي متحكمين في اسمها احنا اللي نحبوا نقولوا في روحنا معانا الثانويه ايه كنتم مسيطرين على الثانويه كنا مسيطرين حتى الطلاب الكبار كما جريدان ربي يطول في عمره وبوهل العباس الله يرحمه الله يرحمه هاي حاجة معروف فيلسوف كبير فيلسوف كبير وكاتب معروف وفي مرة من المرات الوحيد اللي دا لوحة شرف جريدان إبراهيم مرشتاكد كي تشوفهم معلقين جريدان إبراهيم لوحة شرف في ذاك الوقت من بين الطلاب حاجة كبيرة والدليل وراهم وصلوا الله يرحمهم اللي ماتوا الله يرحمهم والحيين الله يرزقهم. انت
تفوق، كان الطالب المسعدي متفوق، متفوق في جميع المجالات، متفوق. مواقف صارت لك فيه وأنتم في الثانوية، شو مواقف؟ وش نقول لك؟ ماذا تذكر من مواقف؟ ما دام الحرصية عندكم هناك مواقف كثيرة. الحرصية صارت معنا مواقف تبطينا عدة مرات البر، مانيش عارف لا احنا نشكر ولا الناس تشكر، الله أعلم. وتبطيتوا؟ بطينا بطيتوا وتبطيتوا. وهذه سن الشباب دائما عود بعدها، بعد اكملتم الثانويه من السنه الاولى حتى النهائي. ايه للنهائي. من النهائي رحنا عقب البكالوريا في الاغواط، كاين اللي منا جابها وكاين منا اللي ما جابهاش، ولكن كانت طريقه في ذاك الوقت اذا جبت معدل 14 في اي ماده تختار في ذيك المادة يأهلوك باه تروح تدرس فيه، تدرس في المادة باه تتكون فيها قبل من بعد المعهد التكنولوجي، تروح للمعهد. اي تروح للمعهد. كنا مجموعة الأكثرية نتاعهم، واحد جاء في الاجتماعيات وواحد في العلوم وواحد في المهم تأهلنا، رحنا للمدرسة الوطنية للتعليم التقني في الحراش كأساتذة. احنا درنا كاين مسابقة وكاين الشفاهي برك، احنا اللي عندنا 14 نديرو الشفاهي، وإذا جبت البكالوريا وما عندكش 14 دير الكتابي والشفاهي. العكس تماما، العكس نورمالمون العكس. لا إذا جبت البكالوريا وما عندكش 14 في مادة دير الكتابي والشفاهي، وإذا عندك عقبت البكالوريا وعندك 14 في مادة في الكتابي ما ديروش، دير شفاهي وتروح الشفاهي. رحنا مجموعة كبيرة في ذاك الوقت، تقريبا أول دفعة كبيرة من أساتذة، منهم بن قويدر، منهم العياضي بالحاج، منهم النوري محمد، منهم بن قويدر أحمد، بالعباس الله يرحمه، صدارة طاهر، المهم مجموعة كبيرة. رحنا في كل واحد في التخصص نتاعو. شنو السنة هذه؟ هذه في ال 5 في الست في 76 76 76 76 درسنا عام تقرا فيه التربية وعلم النفس والمادة نتاعك، ومن بعد اخترت العلوم. لا اخترت الادب، الادب العربي. الماده تاعي اللي الادب العربي. ايه. ومن بعد جينا كل واحد وين، واحد في وساره وواحد في، ما عدا الوحيد اللي عينه هنا في مسعد هو وقيل بالعباس محمد ماهر الرياضيات، والاخرين عيننا كل في إكماليات، منهم أنا ومزوز محمد، ولقينا قدامنا الشيخ بالخير الله يرحمه الله يرحمه، هذو في بحبح هنا، وبن قويدر أحمد وبن أحمد محمد، هذو في وسارة. والأخرين كاين اللي في الجلفة وكاين في الدوائر الأخرى. أول تعيين لك في بحبح؟ أول تعيين لي في بحبح، درست عامين في بحبح. كم كان عمرك آنذاك؟ 23 وقيلة والله. المهم وعندي صور، كون لو كان تشوف التلاميذ اللي درستهم في السنة الرابعة الأولين راهم مازالوا عندي، وراني اتصل بهم التلاميذ. الصور راهم موجودين؟ ما مش موجودين هنا، راهم هذون الله قال ما تشوف الاستاذ والتلميذ تشوفهم متقاربين في السن، يا التلميذ اكبر من الاستاذ. وحدثت هذه في هذه ما صورتها لكمش، اول اكماليه في بحبح يقولها اكماليه الشهيد قندوز، وهي عباره عن اقسام فقط
حتى الصور ما كانش. حتى الصور ما كانش صح، وعندي صوره باللي فيها باللي الصور ما كانش، ما الاقسام عادي اقسام عاديه، وتحترمك الناس، ما يجيكش واحد ولا يجيك تلميذ ولا يجي واحد عاقب عليك ولا تلقى واحد امام النافذه، والله ابدا. كان المجتمع يقدس الاستاذ، كان المجتمع يحترم الاستاذ والمعلم، هذا احترام كبير. يكفيك انا وشيه بالخير ومزوز محمد، تقريبا نقول لك كيما نتعرضوش في الاسبوع، نتعرضو 3 مرات 4 مرات، وكان واحد يقول له حميد محمد ربي يطول في عمره ان شاء الله في يحفظ له وليداته، كان داير لنا يوميا يبعث لنا 2 خبزات مطلوع، يوميا 2 خبزات مطلوع، واذا كان عنده ضيف رسمي العشاء تاعنا معاه، هذا في بحبح. لكل حال كثر خيرهم هالبحبح كاملين، نذكر منهم سي عربي سعد ربي يشفيه، كان مفتش وراه في تبرت، والعمري النعاس وعائلة الضيف، وسي قاسمي وسي بكاي، هذون كل كانوا درسوا معنا ثم، وكانوا أكثرية. من بعد زادوا لحقونا ثم مجموعة من الأساتذة، منهم النوري الطيب، منهم مهم مجموعة من الأساتذة زادوا لحقونا ثم في 69 رحت للخدمة الوطنية عامين سنتين حتى 81. من 81 رجعت، في الأول عينوني في بحبح، ومن بعد كي رحت البحبح لقيت السكنة راحت، عاودت رجعت لمديرية التربية، عينوني هنا في مسعد مباشرة في بو عبد اللي دحمان. في بو عبد اللي دحمان بقيت في بو عبد اللي دحمان من 81 حتى 99. 81 99 حتى 99. 10 و 6 و 10 و 10. ايه من كان مديرك في لا استغفر الله يا ربي، بين الفترتين هذون رحت مراقب عام لدار الشيوخ، قعدت 18 شهر في دار الشيوخ، ومن بعد رجعت كمراقب عام لبو عبد اللي، المؤسسة اللي كنت فيها الأول، قعدت فيها حتى 99. من 99 رحت تكونت مدير في البليدة، ومن بعد التكوين عينوني في فيض البطمة في كمالية الإمام رحمون عبد الحميد، بقيت فيها 3 سنوات. 3 سنوات هذه في ذاك الوقت كان زميلي الله يرحمه بالعباس محمد مريض، وكان معين في سد رحال. سد رحال في ذاك الوقت كانت الحاله نتاعها شويه، زوج مدارس مع بعضهم وداخلين في بعضهم ومش متفاهمين، وجاني عده مرات قال لي بدلي هو، وخاصة راكم ربما شفتوه في الحالة نتاعو ملي كان مريض الله يرحمه ان شاء الله. الحق المر له ما حبيتش، ومن بعد نهار عندنا يوم تكويني في الجلفة قعدت معاه، بدات قلت انا هذا زميلي وصاحبي وقرا معايا، لو كان لا قدر الله كاش ما يصير فيه ولا حاجة نقعد حتى هما نشتي نخرج انا من الفيض يا ابوي، قلت له نبدل لك، فقلت والله نتكل على ربي انا ابو. المهم بدلت له، رحت لسد رحال من 2003 حتى 2007. هذوك زوج مدارس اللي كانوا متناحرين
شديتهم في زوج مع بعضهم، وحدت العمال مع بعضهم، وسارت الأمور والحمد لله، حتى انخرجت، ما فيها حتى مشكل. حتى 2007، 2007 فتحت إكمالية جديدة في فيض البطمة، هم في مديرية التربية كي شافوني بدلتو، عارفين معناها باللي بدلتو، معناها حتى مانيش حاب ولا حاجة ولا كذا، والصح الحق اللي السيد اللي مضى لنا التعيينات كان متفكر هذيك اللفتة هذيك، قد فتحت الإكمالية نتاع فيض البطمة، قال لي أبوي درك مكافأة نعطيها لك، مكافأة نعطيها لك. وأنت تسكن في مصر؟ وانا نسكن في مسعد، بقيت شاد سد رحال وشاد الفيض، يوم نروح لسد رحال ويوم نروح الفيض، ومن بعد تفرغت من سد رحال وشديت الفيض، ومن الفيض شديت الفيض وزدت شديت عموره، فتحت عموره اكماليا تاع عموره، وعدت نروح يوميا العموره، نهار العموره ونهار الفيض للفيض. وأحسن أيام نقول لك الحقيقة، أحسن أيام عقبتهم في فيض البطمة. لماذا؟ أيام عقبتهم، لماذا تميزت هذه الأيام؟ وش اللي تميزت بها؟ تعود فيها حكايات ومواقف فيها حكايات. من كنت في سد رحال، كنا ندرسوا في عند الجور في نتوع الميدادو، تو انجاز مشاريع مع رحت للفيض، مازال ندرس عندهم. المهم كملنا الوقت نتاع الدراسه، جات الفتره نتاع تقديم المشاريع، واذا بها في فيض البطمه في الاكماليه اللي كنت شادها، لقيت مجموعه من الاساتذه الله يبارك، مجموعة من الأساتذة جاوني جدد من دفعة واحدة فريدة ومتفاهمين مسبقا، وزدت وفرت لهم أنا الجو المناسب. أنا على كل حال مانيش نزكي في روحي والله، وفرت لهم الجو مناسب. المهم من اليوم الأول اللي دخلنا، كأن الأساتذة هذون عارفينها، في يوم من الأيام كأنه مشروع بدينا فيه، وإذا بها في نهاية المطاف حلوا الأبواب بتاع المشاريع هذه، كي حلوا الأبواب بتاع المشاريع هذه درنا مشروع من الاتحاد الأوروبي. اسمها بالرمان هذا؟ صحيح. في البيع بالرمان لا 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 لا، ماهوش تاع البيئة، ها مشروع الاتحاد الأوروبي وحده. بدينا في المشروع هذا، من بين المشاريع اللي تحطت نجحنا احنا ثلاثة أو أربعة. مشروع في الجلفة، ومشروع في وسارة، ومشروع ابتدائية مانيش عارفها وين، ماهيش في الولاية، المهم في ولاية الجلفة بصح. خانسة الجلفة؟ لا 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 لا، ما خارج الجلفة، ما عدا مشروع واحد فريد في، والله نسيت المؤسسة اللي هو دار نتاع اللغات، وحنا درنا الحياة المدرسية. راني جايك، انا لقيت الجو المناسب هذا من خلال الاساتذه اللي كانوا معايا مجموعه نتاع اساتذه الله يبارك، راهم درك الان معظم نتاعهم نقول لك الاثريه نتاعهم راهم في الجامعه، دكاتره في الجامعه، سي الرمان عمر خصنا نخليه هو التالي ما نتحدث عليه، وبن عطيه كمال، والصيد حمد راه في جامعه الجزائر، وعطيه كمال راه في الجلفة، وقيل قريب. المهم مجموعه من الاساتذه
كنت نتمنى لو كراها كل المدارس وكل اسمها فيها طاقم تربوي كما هذاك. وهذا المشروع اللي درناه لو كان ماهمش هاد المجموعه هذا ما نديروهش. هذا المشروع الحياه المدرسيه اذا حبيتهم بعد نعطيكم راه عندي الارشيف اذا كان كاش ما عندك فلاش ولا حاجه نعطي لك، ولكن راك تقعد اسبوعين ولا ثلاثه وانت ولا نقرا وانت تشوف وتشوف المجهودات اللي كنا نبذلوا بها في ذاك الوقت. ونجح المشروع هذا بحيث ان يكفيك ان التلاميذ في ارواحهم في اخر مطاف اننا نجحوا ب 95%. كيف مره في مره من المرات من بعد الاهليه ما بقى لنا حتى تلميذ. الجميع نجح كاع طلعوك. هذا المشروع الاول. والمشروع الثاني هذا بفضل السيد برمان عمر، برمان عمر اللي راح نقولوا مسعد هنا ماهيش عارفه قيمتها. انا نقول لك احنا ان شاء الله يكونوا الاساتذه قاعد مثله، ولكن نقول لك انا على حسب الراي نتاعي انا ربي يحفظه ويخليه ان شاء الله واستاذ متمكن. مانيش عارف نقول لك ما كانش مثله هنا في مسعد، ما لا خاطر لابد تعود عندي تجربه ونجرب الناس ونشوفها ونعرفها باه نعرف نقارن، ولكن على حساب رايي انا من احسن الاساتذه اللي راهم هنا موجودين في مسعد. ربي يطول في عمره ان شاء الله ويحفظ الاب نتاعو. ايه وراكم تعرفوه، ونتمنى ان شاء الله في يوم من الايام تروحوا حتى وهو راه صغير ننصحكم روحوا ديروا معاه. مانيش عارف اذا رحتوا ليه طبعا كتب له التلاميذ عنده طبعا مكتوب فيها الخطاب هاو هذا الكتاب نتاعو ها هو راه. وهذه الصور اللي راك تشوف فيها راه الصور نتاع التلاميذ كماليه بعد اللي كماليه الحفاظ. هذا اللي راه هنايا راه عنواننا ممكن عنواننا ورينا عنوان الكتاب. سي احمد ورينا عنوان الكتاب نبداو بعنوان الكتاب. وراه عنده مجموعه من الكتب ما عندوش هذا الكتاب فقط. كيف تؤسس مشروعا بيئيا مدرسيا. هذه في متوسطة فيض البطمة. فيض البطمة. وهذا راه المشروع نتاع الاتحاد الاوروبي ها هو راه. ها هو راه المشروع نتاع الاتحاد الاوروبي اللي درناه في الحياة المدرسية في المؤسسة آفاق بلا حدود. تقل آلة الخياطة، تلقى آلة التصوير بها التلاميذ يديروا الأفلام كاينين اللي الأشرطة اللي درناهم على فيض البطمة. تلقى المطبخ، تلقى الورشة نتاع الخياطة الماشينات. راني نحكي لك أنا كي نقول لك الورشة نتاع خياطة كي تدخل تلقى ورشة نتاع خياطة ماهيش محسوب. هذه وين شفتها أنت في مؤسسة؟ كنت تروح المؤسسة وتلقى كي تدخل تلقاهم تلقى البنات تخدم في النسيج تطرز وتخدم في النسيج والاشياء اللي خادمينها عارضينها. تلقى التلميذات في الوقت نتاع الفراغ نتاعهم يخدموا في الكاطو ويخدموا في الحلويات هذه. تلقى اللي درنا المشروع هذا المره الاولى منين بديناه؟ بديناه بكل تلميذ صغرى كل تلميذ نبته. هاي مانيش عارف اذا تلقى الصور هنا. اي نبته درنا بيت بلاستيكيه كبيره. المهم هذا المشروع نتاع الاتحاد الاوروبي.
ومن بعد شاركوا الأساتذة والتلاميذ بالمشروع هذا اللي شاركت فيه 222 دولة متوسط دولة متوسطة أنا كم... لا لا ماهيش قاعدة متوسطة في حتى الثانوي. في حتى الثانوي النادي الأخضر إيه المسابقة هذه بتاع النادي الأخضر هذه متوسطة الشهيد بوهيلي زيان بلدية فاز البطمة قال هي ما أظن نبدأ لك بالصحافة الجزائرية نتاعنا واش كتبت علينا تفضل. في مفارقة عجيبة من عن ولاية الجلفاء عن ولاية تحتل المرتبة الأخيرة تربويا نالت متوسطة بوهالي زيان بفيض البطمة منذ يومين الرتبة الأولى عربيا مسابقة تربوية عربية مفتوحة على كافة المدارس تحت إشراف وصاية المنتدى العربي للتنمية من بين 22 دولة المرتبة الأولى المتوسطة تاع المرتبة الأولى زيال بوهالي زيال بوهالي وها هي هذه واش كاتبة علينا ورغم صلاح ل واش كتبوا علينا في المغرب واش كتبوا علينا في الامارات واش كتبوا علينا في قطر واش كتبت علينا الجزائر هذا مكان هذا مكان بينما المنتديات الاخرى اللي في الدول الاخرى صفحات وصفحات وهذه واش هي النتيجه نتاعها النتيجه نتاعها ان الجائزة هذه في عهد أبو بكر بن بوزيد في عهد أبو بكر بن بوزيد وزير التربية آنذاك الجائزة لحد الساعة ما شفناهاش الجائزة كنت أتصور أنها تكون جائزة كبيرة جدا وثمينة صحيح ها هي وراها صحيح هذه في مفارقة عجيبة كتبتها شوية أن الولاية تحتل المرتبة الأخيرة تربويا نالت متوسط بوهالي زيان في ضبط مرتبة منذ يومين الرتبة الأولى عربيا في مسابقة تربوية عربية مفتوحة على كافة المدارس تحت إشراف ووصاية المنتدى العربي للتنمية والبيئة موضوع المسابقة متعلق بالبيئة وكيفية المحافظة على المياه المفارقة أن مدرسة الجلفة التي تعيش على وقع نكسات تربوية خرجت منها مدرسة نافست المدارس العربية وافتكت منها المرتبة الأولى عربيا لو كانت تشوف المدارس تاش لا المدارس اللي شاركت معنا مش هذه هذه راه بقى 10 الأوائل اللي متوسطة الشهيد بوزيان دار الحنان المنار البقاع الغربي لبنان هذه المرتبة الثانية مدارس الشيخ الشهداء عمر المختار الأردن ثانوية العرفان الصوفر قضاء عالية لبنان الرابعة الخامسة ثانوية قصر الثقافة الحديدية الحديثة برج أبي حيدر بيروت ثانوية السادسة ثانوية البيحاني النموذجية معناها نموذجية معناها دارين فيها الطلبة ثانوية الطلبة المخيرين اليمن سابعا مدرسة محمد الشرقي للتعليم الثانوي الفجيرة الإمارات المتوسطة المجاهد الطاهر بالخير مسعد ولاية الجلفة الثامنة مدرسة الشموخ للبنات المرفأ أبو ظبي الإمارات ومدرسة مهمة من بين 22 دولة عربية من بين 22 دولة عربية
متوسط زي المواليه الاولى متوسطة سلاميذ حفاة عراة جابت المرتبة الاولى واذا بها حتى الشهادة في الشهادة الشرفية في روحها خطيني من التكريم الاخر راها اليومين هذا عند السفير ها هو راه في لبنان مستلمها لحد الان لم تلحق الشهادة لحد اليوم راها في بيروت وقيلات وتعود في المرفا اللي فجر تعود حلك تعود في المرفا نتاع بيروت الله اعلم والعلم عند الله انجاز كما هذا انجاز كبير ولا حدث بالنسبه لوزاره هذا انجاز كبير وبعدها بسنه اخرى زادت نالت الاكماليه كي خليتها انا زادت نالت المرتبه الاولى ثاني في موضوع البيئه في موضوع بيئي يعني كذلك واذا بها اليوم إن هذاك كيفاه تخليك انت هي تواصل والله تبقى تخدم والله تنتج ما تخليك لا انت لا التلميذ هذاك اللي كنت انت تشجع فيه حتى وزارة التربية لم تكرمكم لا وزارة ولا مدير التربية مدير التربية كرمتنا بحاجة واحدة فريدة في العام هذاك دارت عندنا يوم العلم وهو يوم العلم من المفروض في اي وانما المبلغ اللي مبلغ ما كفناش حتى الحلويات والسماح نتاع الضيوف 3 ملايين في ذاك الوقت يقول لك نضرب 10 عصافير بحجره واحده فريده ضرب 10 عصافير بحجره واحده فريده كرموا التلاميذ نتاع لمستوى الولايه وداروا عندنا الحفل وراحوا هذه مقبرة الـ هذا المواهب ايه وهذه قلت لك نقرا لك شويه بعض التعليقات سلامي محمود احمد سلامي الى الشيخ بن عيسى احمد تحيه عطره واحترام وتقدير الى الرجل الطيب الذي تفتخر به الأسرة التربوية مختار خميلة تعرف مختار خميلة إذا ما عرفش مختار خميلة معناها أنا سلامي إلى الأخ أحمد والحضور الكريم حمزة مسعودي أبي سي الأخضر المسعودي ربي يحفظه إن شاء الله الله يحفظه خالد محمد الفائد تحياتي للأساتذة الكرام خصوصا سي بن عيسى وكان نعم المراقب العام في بوعدلي لولا أنه في يوم من الأيام ضربني بالعصا نتيجة بلاغ كاذب وهو كان زعف حل هذه المهم أنك عارف باللي كنت زعف معناها سماع وبلاغ كاذب بلاغ محمد مسعد عرفتوا محمد مسعد ابو عكار احمد ايه ابو عكار السلام عليكم بلغ سلامي للشيخ ولجميع الحضور يدخل معنا الان فرحات الزرويل تعرف فرحات الزرويل صاحب الحنجرة المنشد نتاعنا بلغ سلامي الحاج وقول له راها مازال نسالوك عرضة متوحشينك وراني جاي مدجج بالبنادير اهلا وسهلا بك قول له العرضة الأولى راك ما درتهاش عندي أنا راه واحد قال لي سلمني الحاج ما تخدم إذا سي أحمد عندما نتكلم عن إنجاز مثل هذا ويذهب هاك أدراج الرياح تتنكر وزارة التربية تتنكر مدير التربية تتنكر الولاية رغم أن التكريمات من المفروض أن يكرم أولا تكرم المؤسسة كمؤسسة وثانيا يكرم هؤلاء الأساتذة والطلبة الذين حققوا هذا الإنجاز عربيا وليس محليا نحكي لك حكاية
باه تعرف الخلل وين. في ذاك الوقت وينه اللي كان وزير البيئة؟ شريف رحماني الله أعلم. شريف رحماني. شريف رحماني في الفترة ذيك مانيش عارف الأمم المتحدة أعطته منظمة الصحاري العالمي. إيه أعطته أجهزة إعلام آلي باه يفر باه يوزعها على المدارس اللي يجي يوزع فيها في الجلفة قضات. ما العقل شنو؟ قالوا إن شاء الله نحكي لك. وزع في البليدة، وزع في وسارة، في المدية وسارة، في الجلفة قضات. هذا كان اختصاصه هو وزير البيئة. ودرناها عن طريقه. ومن المفروض هو اللي يدعمها ويتبناها. ربما راه مع الاسف ربما راه يسمع فيا ولا حاجه. نقول له ما في ذاك الوقت ما مانيش عارف لما بلغوكش. احنا بعثنا لك كلش، بعثنا لكم من النواب، نواب البرلمان، النواب نتاع البرلمان، بعثنا لك البرنامج وبعثنا لك النتائج وبعثنا لك كلش. في الاخير ما تقولش نعطي التلميذ من التلاميذ. وقالوا لنا يا ليت هذا وكان يدعم في مؤسسه في الجلفه، كان يدعم في مؤسسه في الجلفه ودير هنا نموذجيه في البيئه. ما هذيك تاع الخنسة. اه اي اذا نواصل. بشير عبد الحميد شكرا لكم على هذه الجلسه الطيبه والحديث الشيق، سافرتم بنا الى مقتطفات من الذاكره، ربي يوفق الجميع واجدد تحياتي لكم. الصديق الشيخ السي احمد بن عيسى انعم واكرم من قامة تربويه، كنت تلميذا بموسطه ابو عبد الله يومها، كان مراقبا عام، متعك الله بموفور الصحه والعافيه. مازوز عبد الوهاب قام من قامات اسره التربيه بمسعد، حبيب الشيخ الشيخ سي محمد مازوز صديقه وزميله هو وحبيب وصديق وكلين الزينه والشينا مع بعضنا في المديه. لا كنا في بحبح. في بحبح. رسائلك التي كنت ترسلها الى الوالد حينما كنت تؤدي الخدمه الوطنيه على ما اظن ما زال يحتفظ بها، وربي يقدر بك الشيخ. احتفظ كذلك بالرسائل الرد نتاعو. كانت سي احمد هذه الرسائل كنتم تكتبون هذه الرسائل في الاخير، ماذا تكتبون في اخر رساله؟ العباره التي مشهوره تكتب في اخر الرسائل. يا ودي راني نسيت العباره، والله ما نسيت اتذكر فيها. جواب عزم العجل وعليك برد الجواب والله. لا يخصنا الا الجلوس معكم في ساعه الخير. طيب لا يخصنا الا الجلوس معكم في ساعه الخير. معظم الرسائل التي كانت تكتب انذاك لا يخصنا الا الجلوس معكم في ساعه طيبه. سي احمد، مسعد ماضيا وحاضرا، كيف ترى كيف رأى الاستاذ احمد مسعد ماضيا وحاضرا؟ تذكرني للماضي، ترجعني للطفولة نتاعي من كنت كانت مسعد جنة. يكفيك أننا من هنا نشم ريحة المشمش. من هنا تشم ريحة المشمش. من هذا المكان هذا تسمع الوادي يسيل، تسمع الضفادع تقرض من هنا. صح، تدخل مباشرة، كل ما تهبط منا يتبدل لك الجو في روحه من السخانة للبرد. توصل النهار توصل للساقية وتوصل للبحاير، جو واحد آخر. روح دركا منا وانت تشم حشاك في ريحة النتان حتى للواد. صح، تروح للسوق
اكثر منه، تروح لل تهبط، كل ما تهبط لل لل للاماكن هذيك، ما الشباب كان قليل، كانت مودة وكانت رحمة وكانت تعاطف وكان المهم الوقت مبدل، ماهوش هذا الوقت هذا دركا. قول والله يطبينا ان شاء الله. امين امين امين. حامدي سعد، اشكرك سيدي على قولك حتى وماني الشاتي نخرج من الفيض، كنت حليما مع ابننا الاستاذ حامدي مداني، هل تذكره؟ الله يرحمه الله يرحمه. ما هوش قهوه اللي كنت حليم معاه، هذا الله يرحمه مات مريض، استاذ رياضيات، ما هوش قهوه، هذا هو فقط. كانت عندي واحده ثانيه مساعده تربويه، هذه في الفتره الاخيره، هذه كانت في الامام مرحمون، حتى ان كاين بعض الناس كان لاموني قالوا لي كيفاه تخلي هذا الاسمها تتغيب من عندك وكذا، وتروح السبيطار وكذا، وهي عندها مرض السرطان. الله يرحمها، الله يرحمها على كل حال. حتى وعطيتها وقت وكلفت الزميل تاعها بالقيام بالواجب نتاعها وكلش، بصح مانيش نادم عليه، مانيش نادم عليه، لان المعلم وخاصة كي اللي يكون في ظروف كيما هذه وما تلقاش اللي يعاونوا، سواء كان مساعد تربوي ولا معلم ولا اداري، ما يتعاونش. من بعد هذه الثلاث حالات قلت لك انا مريت بهم، دائما ندير روحينا في بلاصه. صح، هذا حامدي الله يرحمه، وهذه مساعده تربويه كان من الجلفه يقول لها سلامي مريم الثانية الله يرحمها، وبالعباس كاين ندير روحينا في بلاصهم، وش من والله من يعرف. كانت الانسانيه و لا بد تكون الانسانيه، انسانيه لا بد تكون الانسانيه. كي تعود الدنيا سايرت لك، وكي تلقى الناس اللي تسايرك في العمل هذا، تلقى مساعدين تربويين يقول لك يا خويا زميلنا هذا راه عنده هذا المرض هذا، ولكن يلزمك تتقدى الظروف وتخدمه. تلقاهم مغطين عليه خلاص، وهو ماهوش رايح يقعد عامين ولا ثلاثه في دارهم وهو يخلص، لا لا، يتغيب يتوخر، يطيح لك في المؤسسه بالظروف هذه وكذا، ترفدوا انا هذه المساعده التربويه كنت ندي فيها الاقوال مع هو البشير المؤمن يكثر خيره، هو يعرفها و ندي فيها اللقوات تعالج، ندي فيها بسيارة. الله يرحمها ان شاء الله. الله يرحمها. هل حدث وان عمت في السد، في سد مسعد؟ بالطبع عمنا السد. كنت تروح لسد مسعد؟ كانت عندنا عادة في سد مسعد، كنا كي نجوا هنايا بعد الدراسة، مجموعة من راهم يعرفوا بعضهم دركا، مجموعة متكون من 15 20، نرفدوا المصروف نتاعنا ونروحوا للسد نتاع الفوقاني كبير، نقعدوا 15 يوم 20 يوم تم 15 20 يوم. مخيم نديروا مخيم كاع كامل. السلام. مخيم صيفي في السد نتاع مسعد. ايه في الصيف، ايه في السد نتاع مسعد. كنت تعرف تعوم ولا عاد؟ لا لا، وش السد وشنو؟ حتى حي السد تدخل قام منه وهاك خلاص. لا لا، هناك حكى لنا ديك نهار الشيخ عطيه، قال لك صعيب الانسان يعوم في ماء ثابت. هاي هذيك راها السدود الكبيره، العوم في السد الكبير ماهوش كاين العوم في البحر. ربما السدود اصعب من البحر.
ولكن السد نتاع مسعد، شنو السد نتاع مسعد؟ السد نتاع مسعد تقريبا كان زوج ولا زوج زوج مرات ولا ثلاث مرات كيما هاد لي بيسين اللي راهم يديروهم، والماء تاعو وبيه النظافه، ولا الرمل القرقه هذيك ما تقعدش فيه، به دائما الماء ماشي، ويخدموه كانوا يخدموا به ثاني، ما محسب روحوا نصيدوا فيه الحوت، بالحوت صيدوا الحوت، والحوت نتاعو ناكلوه وندو منه الزيت ونقلوه ثما ولاباس. وينهم كانوا المقربين ليك وانت في لك تروحوا للست اصحابك المقربين ليك؟ ها ياسر، عثمان عيسى كان يروح معانا، محمد الشريف، طاهري، عبد القادر، وخوه علي، ومجموعة كبيرة كنا، والعيد الذوابة كنا مجموعة كبيرة نروحوا نخيموا كل صيف، العوض اللي نروحوا احيانا نروحوا للجزائر واحيانا نروحوا للجزائر، تروحوا للبحر؟ ايه نروحوا للبحر. انا كنت كانت عندي خالتي في كليب ديبا، ما نخدمش كليب ديبا قدام لي يسكروه ويخدموه بالاسماء، كل صيف راني نسال. والبحير كيجيو راجعين البحير ديروا لايك كي نشوف نروحوا مش ماجل. ها كانت شوف كانت حلوه، كنا حتى ولو كان نروحوا للبحير عمرنا لا نفسدوا. صح، كان يروح الواحد ياكل تنح عرجون نتاع عنب، تنح التين، تنح الرمان، تاكل رمانتين ثلاثه، بصح الفساد نتاع به تروح له الخضره نتاعه وتبدا تنح له الخضره نتاعه ولا تفسد ولا كذا، هذه ما كانتش موجوده. حتى الفلاحين كانوا ما يزعقوكمش من ما يزعقوناش، ولكن الفلاح في ذاك الوقت كانوا صعاب ساعات اللي يقبضوه. انا مره شفت واحد فسخو، ايش فسخو؟ فسخو داروا العنب نتاعو، داروا له عراجن لا في رقبته وجابوه للسوق. عقوبه لو كمان يعرف لا راه شافير اذا كان يسمع راه يعود شافير، راه عارف اخذين توا راني مانيش عليك، راك علي انا مش عليهم. لا اذا كانوا يشوفوا راني مانيش. المهم ما يعرفوش حتى لك قليل اللي حتى الفلاحين العود وماتوا الله يرحمهم. الله يرحمهم كل الفلاح في ارواحهم كانوا صعاب. كنتوا تروحوا تلعبوا في الشوشه في الملعب تاعش؟ قليل نروحوا للشوشه، وخاصه نروحوا باه ناكلوا الزقوق، وهذاك احنا الاطفال تاع عماش. صح، ولكن كانت شوشه وكانت بحاير وكانت. سي احمد، هل ممكن نعرفوا اول شهريات قضيتها وانت استاذ قداه؟ اول شهريه قعدت شهر ونص، بعثوا لي نفسهم 110 110,000، بعثوا لي 110 و 55,000. هذه اول شهريه، هذه كانت دراهم ذاك الوقت، كانت دراهم. رحت لواحد خياط اول شهريه هذه، كسعت الكتان تاع التيرقال هذا، وجدت واحد خياط في بحبح الله يذكره على خير، نقول له الضيف، قطعت من عنده زوج سراويل، هذون خيطت سروال ليا وسروال لخويا، وخيطت انا قندوره، وخيطت للشيخ قندوره وجيليه وسروال بوعبو. هذه اول شهريات كي جاتني بها دراهم ياسر، 165,000. خفت منها، نقول لك صح، عطيتها للشهاب بالخير، الشهاب يا بالخير، قلت له نحمى على الوالدة دسها لي النصف والنص، دسها لي ورحت خلص. المهم قلت له راه حمزه، الضيف حمزه، قلت له راه يسالني خيطت منها للشيخ ولي انا والخويا. هذه اول حاجه خدمت،
وجبتهم لما جبتهم من المسجد. ها جبتهم بالطبع. فرحوها ذاك الوقت. سراويل طوال انا خيطتهم انا وخويا. طوال والشيخه واللباس التقليدي تاع الشيخه تاع حمزه دابا جيليه والقندوره وجيليه سروال بوعبون سروال بوعبون من الكتان تاع الانجليز ذاك بكري. كانت الكتان كتان. بس قاموا ليش على كل حال. ممكن تورينا الصورة وأنت ترتدي الكوستيم؟ هذه أول صورة لي وأنا ذاهب للمدية. المدية. الله يبارك، هذه مولاها يعود هذه 15 نعم ولا 16 يبارك؟ السن. 15 وقيلة. 15 16. وهذه ربما راني الشباب هذا هاد الحوايج الذكريات هذه ما يحتفظش بها. هنا مازالت عندي الجريده من 69 حسب من 69 يرحم والديك وراه. وهاي مازال كي نقرا الاسماي نعرف الاسماي وتلاقينا مع ناس اخرى ونعرفوا هل لحد الساعه. هذه صوره هاك ربما كيف ما تعرف منهم انت. انا نصور مغلاز ما نعرف. لا كش ما تعرف. شوف الجماعه كش ما يعرفوا انا ما نعرفش. هذون انا ما عرفتش. هذون كاع تلاميذ في ثانويه ثانوي في بعد اولى متوسط. لا لا اولى متوسط في فخا. مش خنيش مصطفى هذاك. خنيش مصطفى زيد المسطاني هذاك. خنيش مصطفى اي. وهذا كنقول من عيال بن عطله اللي عليها. ما كانش من عيال بن عطله. روح يشبه مش ماهوش. هذه سنة أولى متوسط. هذا سنة أولى متوسط. هذا أنت تعود. هذا اللي مريح. هذا أنت. هذا كان مريح. أنا هذا أنت المعلم تاعهم. أنت المعلم تاعهم. وهذا خنيش المصفى. وهذا عثمان عيسى. عثمان عيسى. وهذا العياضي بالحاج. وهذا محمد الشريف الله يرحمه. الله يرحمه. تاع الدائرة. أي. هذا العياضي بالحاج. العياضي بالحاج. سبحان الله يشبه بالحاج بوي طول. هذه راني قا نوريك بعض الـ بعض الصور اللي عندها. يقول لك لكل صوره حكايه. هذه عندها حكايه اللي قبيله ولا ما عندهاش. هذه اللي عندها حكايه. هذه هذو تعرفهم. هذا الوسطاني وقيل الحرزلي. الحرزلي ايه. هذا اسمه. وهذاك محمد الشريف. وهذا محمد الشريف اللي منه. وهذا يا ابن عيسى. هذا انت. طب عاود ورينا الصوره. هذا سي احمد بن عيسى. هذا عبد الحرزلي وهذاك الشريف الله يرحمه. هذه عندها حكايه وخاصه هذا القماش. هذون عندهم حكايه. في المدية كانوا يديروا عيد العنبه في الدريزه. مالا سي الحرزلي شاف السراويل هذون وشاف كاينين سراويل بلوجين راهم زرق راه صوره واحده اخرى. قال لنا ما قال لا شرينا ثلاث قماش كيما هذون وثلاث سراويل بلوجينات لازم نصوروا فيهم. كي ودي ما عندناش دراهم دبر. المهم رحنا دبرنا. انا هاي درك قعدت عندنا القمجه برك نحكي لك عليها. شارين رانا في ثلاثه شارين قماش لهم بعضهم هذول. راه قماش لابسها الحرزلي. وثلاث سراويل بلوجينات. بلوجين ملاح على كل حال. باه نصوروا مع احمد. شرط هنا محسوب يلزم الصورة هذه في المدية. بهطار الحب في المدية الصورة. هذه في المدية. في المدية. هذه ثاني في السبعين 71 شباب الله. تلاميذ. اي تلاميذ. هذه ثاني صورة تلاميذ. هذا مصطفى مدراح أحمد الحرزلي عثمان عيسى. هذا بن جدو عبد الباقي راني قبيل ذكرت لكم الاسم نتاعو من عين معبد. هذا حوا بن زيان. هذا العياض بالحاج. هذا قاسمي من البيرين راني لحد الساعة نحوس عليه في الجلفة وما صفتوش أخضر وراها سنوات. علاه نحوس عليه؟ لأن نعطي له الصور تبارك. هذا ما كان. هذون هذون ما نسيت اسمه. المهم هذون ثلاثه. هذون من عين بوسيف.
يعرفهم العياضي اللومي بالقاسم الله يكون خير. على خير. هذا قزال الحاج كان مدير ثانويه في جلفة. هذا قصري محمد كان مدير ابتدائيه في الشارف وراه في جلفة درك. هذا يقول له ميهوب محمد. يعني هذون اللي راه مازال الصور على كل حال قائمة حسب حمدي سعد باسم اهلنا في فيض البطمه نرفع لك القبعه الله يحفظك. بارك الله فيك سي حمدي. بن الدركوش قدور نعم الرجل نعم الاب ونعم المربي. بوجلال الجموعي بوجلال الجموعي عرفت؟ بوجلال كنا اساتذه مع بعضنا. السلام عليكم تحيه للجميع والى اخي وزميلي الشيخ بن عيسى احمد بمتوسط بو عبد اللي بمتوسط بو عبد اللي أبو عبد اللي حفظه الله ورعاه وأمده بالصحة والهناء. زيان رقيعة زيان رقيعة سلامي لشيخنا الفاضل بن عيسى ربي يحفظه ويبارك فيه الأيام الجميلة متوسط أبو عبد اللي دحمان. الجنيدي خليفة أستاذنا الفاضل مسعود بن أحمد تحية الجميع. بن أحمد المسعود بن أحمد المسعود عرفت من العام تاع الدول سبق اي اي من العام خو بكر يا خو بكر تحية للجميع بالإضافة إلى نجاح الحاج أحمد في تأدية رسالته المهنية في البطمة. كان ناجحا في جمع الترفاس في أوقات فراغه بل قول سلامي. إذا هل فعلا كنت بارعا في جني الترفاس؟ لا كل حال راني دروك قبل ما عرفتوش وين ما لقيتوش دروك ما لقيتوش كنت في جني الترفاس كنتوا ديروا مجموعة وت تروحوا دروك تقريبا من ترفاس 2009 راها مجموعة نوريهم لك المجموعة بن أحمد محمد بن قويدر محمد وطيا و بن قويدر أحمد هذون دايرين مجموعة من طاقين لا فوق لا ترفاس. لو كانوا كاين دركا كرانا رحنا عام الأول هذا الوقت رانا رحنا مرة ولا مرتين رحنا لضايط الطرفة وما لقينا والو لا ترفاس لا فوق إيه ورانا نظلوا نسقسوا ما كانش يا قليل سنة. سنوات عجاف كش ربما راه الحال مازال بارد. عبدو بالخير السلام عليكم اخي بلال والجميع بلغ سلامي لاستاذنا الحاج احمد الذي في متوسط ابو عبد اللي ونشهد له بالانضباط وحب العمل والمعامله الحسنه حفظه الله واطال الله في عمره. بن دراع محمد ربي يحفظه ويبارك فيه. احمد الدزيري حفظه الله الشيخ. احمد الدزيري عرفته ما قلت لك راحت لي درويش عبد الحليم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بلغ له سلامي الله يجزيك خير. علي هتات تعرف خو الحاج السلام عليكم ورحمة الله أسعد الله مساءكم بكل خير تحياتي لكم ولزميلي العزيز أحمد بورزقة ولعمي أحمد قام من قامات الوالد الحاج بجانبي يبلغكم السلام. سلم عليك الحاج هتات أي بن عيسى سفيان تعرفه من عيسى المعلم المدير الآن. السلام عليكم سي أحمد كنت أحد طلابه سنة سابعة ببو عبد اللي. محمد زرقط السلام عليكم ورحمة الله أستاذي الفاضل لقد درستني خلال السنة الدراسية 81-82 في الثالثة متوسط وأذكرك أنك ترسمت في قسمنا خلال هذه السنة. قول راهم مزالوا عندي الصور نتاعكم نتاع في ذاك نتاع السنه هذيك راهم مزالوا عندي هنايا درك. محمد زرقط عرفته ياك مقتصد قسمه هما زوج اقسام 81 82 كان في ذاك الوقت
اليوم اللي ندخلوا فيه الاول نملوا استماره خاصه بالتلميذ ونديروا فيها الصوره نتاعو. دوك راني محتفظ بالصور نتاع التلاميذ هذون اللي عطاوني على كل حال الصور باه نعرفوا الحاله الاجتماعيه نتاع التلميذ، نعرفوه يتيم، نعرفوه مو مطلقه، نعرفوا الحاله الاجتماعيه نتاعو قد عنده اخوه الاب يخدم ما يخدم. بصراحه الاستمارات درك الاستمارات درك عندي. عبدو بالخير من فضلك يا اخي بلال، سل سي احمد بما انه قضى سنوات طويله فهل عندك ذكريات طيبه مع الطاقم التربوي انذاك؟ اي طاقم تربوي طاقم اللي خدمت معاه الحمد لله بلو. لا الطاقم اللي خدمت معاه في صدر حال، ولا الطاقم اللي خدمت معاه في دار الشيوخ، ولا الطاقم اللي خدمت معاه في عموره، ولا في الفيض. الحمد لله يا رب. بن عيسى سفيان يقول سله على حصة الاستدراك من 5 إلى 6 كان مربي فاضل أفادنا وتعلمنا على يده الكثير والكثير. شكرا أستاذي. كنت دير وأنت أستاذ دير حصة الاستدراك. لا على حصة الاستدراك مبرمجة ماشي. الوضع داخلي تاع المدرج. أنا راه غلب داخلي. ايه لا من عيسى سفيان ما عودش لاخر. لا 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 من عيسى سفيان. لا 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 جات المول الداخلي، المول الداخلي بن عيسى سفيان بن القاسم. القاسم راه في القاهره وقيله والله في شوشه. شوشه ما كانش في القاهره، كان في الولجه. ولجه مصطفى. مصطفى الاستاذ بن عيسى عرفناه مربيا فاضلا ومسيرا ناجحا حفظه الله واطال واطال الله في عمره. حميد جلال حبشي أعلم أنه كان مديرا في فيض البطمة وحازت المؤسسة على المرتبة الأولى عربيا، قد تكلمنا عليها الأخ حبشي. والأستاذ أحمد متأثر كثيرا بهذه الإنجازات التي ذهبت أدراج الرياح ولم تلقي لها بال وزارة التربية ومدير التربية وحتى الولاية. سي احمد دروك نروحوا لمجال الرياضه. اين لعبت كره القدم ومع من كنت تلعب كره القدم؟ كل حال كره القدم لعبنا في الثانويه اللي كنا ندرس فيها، وفي مسعد هنايا كنا نلعبوا كرة القدم ولكن ماهيش مرسمة مثلها. كنا نتنقلوا للوكسار، نتنقلوا للدريسية، نتنقلوا للجلفة، نتنقلوا تقريبا على حسابنا ونلعبوا. من بعد جات الفكرة هذه باه يديروا فريق، باه يديروا فريق. الحقيقة اللي متولين هاد الكبار منهم المصطفى بن دراح ربي يطول في عمره، منهم بنيامن، منهم جمع الكبار اللي كانوا سينيور، قويد الحفاف، الحرزلي، المؤسسين الاوائل. هي كانوا يلعبوا ولكن كانوا اقل اخف مسؤوليه من اللي كان مجموعة مع مصطفى بن دراح، هم اللي كانوا معناها متحمسين لها أكثر. شو كنت تلعب ده في الميدان؟ وشنو الرقم تاعك في الميدان؟ إذا كان مصطفى بن دراح يسمع فيه يقول له هذا السيد وش كنتوا مسمينه وش كان يلعب؟ هذه نزغصو في حصته كنت نلقاو معاه ان شاء الله نزغصو نقول له واش كنتو مسمين؟ يعود اسم كنت نلعب 9 وكانوا مسميني اسم قليل اللي يعرفه قليل. كانوا مسميني على ميلار قناص الاهداف. ميلار تاع الالمان تاع الالمان. وسمها لي مصطفى بن دراح ماهوش واحد اخر اللي كنت خفيفا، كنت سريعا وخفيفا و سجل الاهداف. كان نشاط وكانت حيويه. وتعرف الدريبلي؟ الدريبلي
دريبلا شويه نص شويه هنا نص نص وحده ندريبلي وحده ينحوالي. لا لا الكره ذكاء. كاين بعض المرات وين تدريبلي قاب بدون ما تستعمل كلا القدمين. اي كاين احيانا وين تستعمل الجسم نتاعك كامل. وكاين حدث وان دريبلك جوار واحد اخر دريبلك وفانتك وراح. لا بالطبع صارت لك هذه ما ضربتوش بكلعتكم قاعده يقولوا هي اكبر هفوه واكبر دريبلاج نحكيها على بنيامين. راه يسمع فينا بنيامين درك. تحياتنا للاخ بنيامين اصدار استاذ بنيامين ذاك راك تسمع فينا. راه يسمع فينا وهذه راه ماهيش قول له محسوب قال اسمعها والله لان هذه شفتها بعيني. ما المهم واحد خذ الكره نحو الكره ولاحوها لبنيامين. بنيامين خادم الكره هكذا كذا كي جاه اللاعب محسوب تا يهفو طلع كره عاود فوق عقبت الكرة قال تحت الكرة قال بشوف السيد راح ولسه عنده راح سجل الهدف سجل الهدف وهو لسه يدور على الكرة ورا. هذه صارت انا شفتها لبنيامين وما زال راه يدور عليه يضرب راه مازال يدور عليه يضرب. يقولوا في عهدكم كان يقول عندكم قاعدة في كرة القدم تمر الكرة وما يمرش الخصم. صحيح او العكس. هذه القاعده تاع المدربين ذاك الوقت خاصه يقولوها لا ديفونس. هذه ما يقولوهاش انت على طاك. لا لا يقولوها انت على ديفونس. يقول له الكره تعقب بصح صاحبك ما يعقبش او العكس. وناجح هذا القاعده في التدريب يا ودي. احيانا الناجح احيانا الناجحه اذا كانت المقابله عندها اهميه ونتاع شحان ونتاع كذا يكون عندها اهميه ما تعرف لا تبقى في الملعب ولا تخرج. هل لك حكايه مع السياسه؟ السياسه شو نقول لك؟ في 86 كنت عضو في البلديه بلديه مسعد في مجلس من كان المير شيخ بالخير الله يرحمه عليه. كم كان عدد الاعضاء؟ والله ما نكذب عليك كانوا 29 29 عضو من 25 فوق 29 عضو تعرف بالضبط. كنت عضوا في المجلس البلدي عضو في البلديه وخدمنا في البلديه ووزعنا السكنات تاع الاطلس وحنا في البلديه كيفاش كانت تجرى المداولات؟ عادية الأعضاء قاع تحضر وتجرى المداولات. في ذاك الوقت الميزانية نتاع البلدية 3 ملاير 3 ملاير دركا راك عارف شنو هي؟ مانيش عارف أريد أن أعرف. 3 ملاير دركا راه ما يعطوهاش. قال 3 ملاير ميزانية التسيير أي كرهقة تاسفة ما منش عارف قداها ال 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 خمس ملاير وين خمس ملاير؟ المازوت تاعها ما جاش خمس ملاير. كنت هل 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 حدث وانت شجرتم في اثناء المداولة دوستوا في المداولة؟ ابدا 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 كان احترام ما كانش ما شفيتش انا باللي تشاجرنا نهار والله ابدا ابدا. نجيو نديروا المداوله نتاعنا عاديه بالانتخابات والاكثريه نتاعها. المهم ان في ذاك الوقت المشاريع في روحها ما كانتش ياسر تولي تتجاوز عليها الناس والله تتخدم. كان ما شفتش انا واحد من البلديه في ذاك الوقت سواء كان مير ولا اجواء ولا لا ما شفت عطاوا له مشروع والله شفتهاش انا مشروع يتعطى باير راه وراه المقاول شفتهاش ما سمعتش بها ما شفتها. 89 كانت الانتخابات عن طريق الشطب اي
عندي الورقه نتاع الانتخابات نتاع 86 الظرف، كل واحد قدامه مدي صوت. من الافضل، الطريقه نتاع القديمه ام الطريقه الحديثه نتاع القوائم من دروك؟ هي الديمقراطيه في القديمه. الديمقراطيه في القديم، احنا رانا قدها رانا 6 ولا 7. يا ترى كي عدوا يشتوني الناس، يشتوني انا الناس، وانتم ما يشتكم شي راه يضحكم بقدره. صح. لا لا سيدي، دير بن عيسى احمد وحده، ودير بورزقه حبيت تدير ولا ما ديروش، دير بلال حبيت تدير ولا ما ديروش، وكل واحد اعطي له الصوت نتاعو ولا نحو. ما لا طريقه الشطب افضل. حتى ولو كان الحزب الواحد، كانت ديمقراطيه. حزب الواحد والديمقراطيه في الشعب. الشعب انت دبر راسك، انت ها وراء عندك نعطيك القائمه وانت خير على روحك. صح. اذا انت تفضل الطريق القديم. انا نفضل الطريق القديم، هذه نتاع الاحزاب هذه تحتم لي قائمه وتجيب لي واحد ما عمري لا شفته، ما شفتوش كاع في البلاد هنا كل. من بعد تقول لي انتخب عليها، كيفاش انتخب عليها؟ هل العضو احمد بن عيسى في البلديه يعرف شارع مسعود الصوار؟ ما نعرفش شارع مسعود الصوار. تعرف؟ اي تعرفه مليح. كيف وشني؟ تقول لي وقتها تقودر. هناك مسؤول لا يعرف، اذا وجدنا مسؤولا في البلديه لا يعرف شارع مسعود الصوار، ماذا يعني ذلك؟ معنى هذا انه مش عايش في البلاد. وكيف مسؤولا في البلاد؟ هو شد مسؤوليه البلاد ولا يعرف؟ الاكثريه. الاكثريه. حاجة نحكي لك حتى ولو معليش ولا النساء اللي هذ اللي راهم يديروا فيهم في الاعضاء راهم عارفين البلاد. ولا يعرفوا الناس يروحوا يعرفوها. يعرفوهاش. قليل ممكن تعرف المراه، تعرف المراه. صح الراجل والله ما تعرف. إذا أنت ضد فكرة ولوج المرأة إلى السياسة؟ لا ما قلت لكش ضد ولوج المرأة، لا يعود ثاني يديرون لا. بالكوطة هذه الكثيرة ما هيش يعطولها حق يعطولها حق التمثيل، حق الترشح، حق الترشح ولا التمثيل. معليش كي تعود مراه ولا زوج يمثلوا النساء هنا معليش، ولكن حول الترشح هذوك راه كاع القوانين كل الناس كل تنادي بالمراه تنادي بالمساواه بالرجل، وعاد الرجل كي المراه دوك راه عندنا كيف كيف ولا راهم عادهم اكثر. هي تروح للسوق، تروح تمشي تخدم كذا تصوب خلاص دوك لازمك نديرو الترشيح وتدي كي تدي مبروك عليك. ها كيما تاع عين منيله ولا مانيش عارف اسمها مرا مرشحينها وتخدم ولاباس عليها افضل حتى من الرجال. اي افضل حتى من الرجال. وهذه المنظومه التربويه اللي دارتها ابي في المطبخ وامي في السوق. أيه. هذه المنظومه التربويه تاع لجنه بن زاغو اللي دارت هذا المنظومه التربويه. ما نزيدوش نتحدثوا عليه. نحبسوها خلاص. الاستاذ احمد بورزقه، ربي يحفظك الاستاذ السي احمد بن عيسى ويبارك فيك وفي ابنائك ويرزقك طيبات الدنيا والاخره ان شاء الله. يوسف مروش، تحياتنا الحاره للسي احمد. كمال بن عطيه، تحياتنا استاذ احمد. هذول راهم كمال بن عطيه اساتذه جامعيين في زول. يوسف مروش وكمال بن عطيه اساتذه دكاتره في الجامعه. هذول اللي راهم كانوا معايا قلت لك في فيض البطمه. فيض البطمه الاكماليه التاليه هذه. بالنسبه لاحمد بن عيسى، حسب طريقة حوارك أنك كنت شديدا في قسمك وشديدا في وأنت مديرا حسب أسلوب حوارك. لا من شديد بالله من شديد. كنت لين وأعطي لي كل ذي حق حقه. نتعامل مع التلميذ الفقير كما نتعامل مع الآخر. وجدني التلميذ الفقير أكثر من لماذا تنصح الأساتذة اليوم؟
انا انصحهم مثل ما نصحني واحد الاستاذ في بدايه دراستي، نقول له تهلا في التلميذ هذاك اللي راكم تقولوا انتم في القسم راه كيلو وراه ما يقراش وراه ما عندوش مستقبل، هذاك نقول له تهلا فيه. هذه نصيحه نصحها لي واحد، قال لي في يوم من الايام هذاك التلميذ المجتهد اللي فاتح عليه ربي هذاك، قال لي بعد 20 سنة ولا 30 سنة ما تشوفوش، من بعد تلاقى معاه طبيب ولا مرة كنت نقرا عندك مرة. بصح الآخر له القدوة بعد 2 سنين ولا 3 سنوات تلقاه في البلدية، تلقاه في البريد، تلقاه في سنة الجاز، تلقاه في المؤسسات هذه اللي في الدائرة في اللي قريب ليك، والتعامل نتاعك يعود يكون قمعه. كان كنت متهلي فيه وين يشوفك يتهلا فيك، يتهلا فيك. كان ما كنتش متهلي فيه انت وزهرك. اذا شفت الزهرة لا لا اش راني نحكي لك. المهم راني ربما راني مانيش مجرب هذا الجيل، راني مجرب الجيل اللي فات، وهذا الناس هذون ما شفنا منهم الا كل خير كل خير. والله العظيم قرانا، والله العظيم يا احيانا كنتحشموا كي نروحوا للمؤسسه من المؤسسات. نحكي لك واحد الحكايه. مره عندي طفله مريضه، قالوا لي سديها للجلفات دير لها ساعتها التحاليل هنا قلال، قالوا لي سديها للسبيطار تاع الجلفات دير لها تحاليل. وينه اللي في الجلفه؟ وينه؟ فكرت بن عيسى. يا ودي وينه اللي يدخل اللي شاف لي بن عيسى؟ وينه اللي شاف؟ المهم ما شفت ما لقيتش الطريق، رفدتها وتكلت على ربي ورحت. كي رحت دخلت مباشره مع الداخله نتاع السبيطار نتاع الجلفه، مانيش عارف تقول واحد مصيه والله نخزر، واحد جاي يجري ليا، واش عارف واش راك سلم عليا؟ لاباس الحمد لله الحمد لله. قلت له بهذا توينم شنو صح عليا والله واش الشيخ لاباس؟ قال قلت له ودي عندي طايله تندير لها تحاليل. قال لي شنو؟ يلا شد لي طايله وداها لي دار لها تحاليل وكذا، وقضى لي كاع الصوالح وجاب لي الطايله وقال لي واش راك تخدم دركا؟ قلت له ها درك نروح. قال لي ما تروح ما والو، عندي معايا طايله واحده اخرى صغيره، شنو هي ماهيش صغيره بصح كبيره. قال لي روح تعرف مسعد؟ قالت لي قلت له وياه، قلت له صحاب الكراري نجم نبعثها معهم. قال لي ابعثها وقعد استناني هنا مرير هكذاك ونخرج لك التحاليل تاعك. المهم بعث الطفله ودور الدور، ثم بعد رحت له لقيته شاد التحاليل. قلت انا السيد انا ما عرفتش نقول له، ما عرفتش تسويناه. المهم قصمني هو قال لي عرفتني؟ قلت له والله ما عرفتك، والله ما عرفتك. قال لي قا خزرني زين؟ قلت له والله ما عرفتك. قال لي انا تلميذ كنت نقرا عندك في بحبح. يا هذا راني نحكي لك على المؤسسات القريبه وال انت راك ضحكت على حسابك. وهناك من الاسماء ها اش راني قلت لك؟ قلت لك كثر خير. ما زادش عرضك على القضاء يا ودي فهمت قعدت له. بن جدو بقوق بن جدو، تعرف بقوق بن جدو؟ قال لك سلامنا الحار لشيخنا استاذنا الفاضل ربي يحفظه ان شاء الله، الحاج بن عيسى احمد ربي يحفظك ان شاء الله بن جدو. كم لك من الابناء؟ عندي 6 أبناء. الله يبارك ما شاء الله. هذا كبيرهم محمد، محمد اللي بعده بنت راني مزوجها، هذا صهري سالي الله يبارك، وراح عنده 2 وليدات الله يبارك ربي يحفظهم ان شاء الله ويخليهم، وسي صلاح وحمزه وطارق وحاتم الله يبارك. هذون سي صلاح وطارق راهم ماستر، طارق ماستر ادب وحمزه ماستر صحافه، وهذون في زوج راهم متخرجين تقني سامي الله يبارك،
ورانا في بلادنا راك عارف الخدمه ولا نتاع راهم مازال على باب ربي في الجزائر الجديده. في الجزائر ان شاء الله، ان شاء الله تكون جديده القديمه الجديدة مش القديمة. لا القديمة درك انا في الجديدة درك. لا راني نحكي لك القديمة. تراك تحكي على القديمة، تراك مازال في القديمة. الجديدة انا مازال ما جربناش ما جربناهاش. والقديمة كانت هي الخدمة، بصح الخدمة بالرشوة. باه تشارك في مسابقة بال ما راك تعرفوا ما حسب ما كان لها طحون تحثوا. هذه ما ربونا عليها والدينا، ما راهم عايشين عندي والحمد لله. الحمد لله وما هو خاصنا حتى شيء، عطيهم دعوة الخير وعطيهم دعوة الخير وعلي عطي دعوة الخير علي أيه علي راه واحد حتى هو مشاغب شويه مع علي. ها اروح 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 هذا الله يبارك حبيبي انا ما يعودش مشاغب كي بويا هذا راني نعزو هذا راني نعزو اكثر من يا من الاخرين هذا تعزو اكثر منهم كاع هذا وحاتمه لا لا هذا عبد النور هذا عبد النور عبد النور هذا نعزو اكثر من الاخرين الله يبارك ربي يسجيه ان شاء الله ويحفظه ان شاء الله وراه يقرا كل سنه تحضيري قلنا كلمه قلنا كلمه اي قول لهم كلمه باش ما تقول لهم واش راه يقرا يقرا واش راك تقرا نقرا في حتى عيب لا واش قريت نقرات ما بص حتى عيب الحمد لله ما حفظتهاش حفظت أقرأناش أقرأ نقطاش الحمد لله الحمد لله يا بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ قل الله والله دبر راسك دبر راسك دبر أقرأ لنا حيا الحمد لله روح أقرأ الحمد لله لا تعيينا أنت وغيد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم صحيح قل هو الله قل هو الله أي قل هو الله واحد قل هو الله واحد زيدنا قل هو الله واحد الله أعد إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد والله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صحيت بارك الله فيك تحذيرها وحفظها من نعود نعود إليك في هل ما هي أكلتك المفضلة خويا باش نقول لك أي أكلة تقليدية نشتي أي أكلة تقليدية طعام شخشوخة مردود الأكثرية التقليدية حوايج تقليدية حوايج تقليدية نشتي خاص وجدنا شخصية لا ما يحبش المردود واحد الشخصية ما تشتيش المردود أنا نشتي الحوايج التقليدية راك عارف علاه الحوايج التقليدية لأن تربينا عليها صح أي والأكلة نتاعي المفضلة لأن الحاجة الوحيدة اللي نشتي ناكلها ونوريها لك كون نلقاك تاكل في المصور وتعود محطوطة مسامية ما ناكلش في المصور نتاعك ناكل في الآخر الدقلة واللبن الدقلة واللبن إذا لقيت هذون الحوايج الاخرى من ما نسقسش عليها كل وكنت عود عرضني في رمضان ناكل هذون والحوايج الاخرى ما ناكلهاش محمد رقيق يقول اول طريقنا لشعبه الاداب كانت من عند استاذنا الفاضل بن عيسى احمد بن عمر حفظه الله ورعاه هل سمعت الموسيقى بالطبع نسمع الموسيقى اي نوع من الموسيقى تحب لكل حال احنا نسمعوا الاغاني القديمه صباح فخري وروح لام كلثوم فيروز وعاد لك عبد الحليم ما تشتيهش ما تشتيهش خلاص اما فيروز وصباح فخري لا والله وخاصه دوك الغناء هذا اللي احنا نتصارحوا من كاين غناء عندنا ثري جدا بصح المشكل وراه ان الشباب نتاعنا هنا الاكثريه نتاع ما تلقاه يسمع في الراعي وما تلقاهش يسمع في الغناء المحلي نتاعو انا نفضل نسمع النايل نتاعي كما رحت انت يا للشرق ولا الغرب وسمعتهم يسمعوا في الغناء تاعك انت هل انا نسمع الحاجه اللي تربيت عليها واللي تربت عليها ودني واللي كانوا عايشين منها عايشين
فيها أهل المنطقة والأخرى قا هل لديك نادي مفضل في كرة القدم؟ نادي محلي ولا عالمي؟ عالمي يا ودي عاد دراري هنا مانيش تنوريهم النادي اللي لا هو عادي المحلي شتي سير بن بكري سيربي اي من بكري شتي من اللي كنا صغار والعالمي العالمي شتي سير الريال ريال مدريد اذا انت كنت طالع من بوريس حاضر ولا في المرتبه الاولى فريق الوطن الفريق الوطني هو لازم في المرتبه الاولى فريق الوطني هذا ما نفرط فيه ساعتها نفرط فيه بي ونفرط فيه ريال كلش اذا لعب الفريق الوطني كلش يتوقف ماهوش قال الفريق الوطني بتاع العكابر برك لا حتى 20 سنه ولا ما يخص الفريق الوطني عموما المهم وين نشوف الفريق الوطني الالوان الوطنيه الالوان الوطنيه هل خرجت خارج الجزائر؟ خرجنا بعض الدول منهم؟ من بينهم تونس رحت للسعودية 3 مرات الله يبارك من عمرة وحجة الله يبارك ما ليبيا ما رحت ليه رحت للحجة على البر ولا في الطائرة؟ لا لا في الطائرة في طائرة. الطائرة وفي 3 رسميين رسميين العمرة عمر الاولى جبتها رسمي محسوب تعطاني الجواز السفر من الدائره كلمه اخيره استاذ احمد الكلمه الاخيره نقولوا الله يرفع علينا البلاء ان شاء الله امين وربي يحفظكم اجمعين ويحفظ مسعد وربي يجيب مسعد الناس اللي تعرف كيف تقيمها وترجعها كما كانت بكري ونقولوا الأهل مسعد كان يضرب بها المثل في وقت من الأوقات كي تروح للجلفة الإدارات تاع الجلفة الأكثرية تاعهم مسعد وراهم مازالوا الحق على كل حال مازالوا وتروح للثانويات الأكثرية نتاع الأساتذة من مسعد وأنا اللي نعطيك المثال نتاعها في 79 ولا 76 في مدينة محبح كنا احنا الأكثرية في الجلفة كنا الأكثرية الفايض بارك اللي هي قريب كان اللي ما يمرش على الأستاذ اللي ما يمرش على الفاز ما يلزمه يمر على الفاز من بعد ساعتين يجي المساء صح ربي يجيب لنا اللي فيها خير إن شاء الله إن شاء الله آمين وحتى أحيانا الواحد راه كي يتذكر هذه الأمور وش خدم وش دار بعض المرات ما يندبش وبعض المرات نقول لك الحق اللي انتريت هذه خرجتني من هذا الحبران تاع المسؤولين للتربيه وخاصه للاماكن المؤسسات اللي كانت تخدم من قلبها انا في ذاك الوقت والله كنت نخدم قلبي يكفيك انني شليت تعرف شليت يدي وكرة عشلت قام من مقش تعلم مقش تعلم والحمد لله على كل حال هناك تصحيح فقط الحاج هتات والد علي هتات وليس أخوه احنا قلنا والده احنا قلنا والده وأقول لما أقول أخوه هذا يعرفه بلي بويو وينه علي هتات بويو الحاج هتات معروف هذه وزنية هذه معروف وعلى صحانة المعلومة علي هتات والده الحاج هتات صحيح إذا هنا ينتهي لقاءنا مع الأستاذ الفاضل السي أحمد أولا نشكرك على استقبالنا وثانيا على رحابة الصدر والحديث معك شيق جدا
نتمنى لك ان شاء الله الصحه والعافيه وطول العمر، ويسجل لك ربي الدراري تلقى لهم خديمات ان شاء الله، نلقاو ثاني احنا خديمات ان شاء الله، وان شاء الله ويكبر لك هذا البرعم هذا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اختم مني. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. قول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صحيح.